أنا الآن عند شارع ثمانية في الحد الجنوبي لمدينة غزة، ممنوع الوصول إلى هذه المنطقة، والاحتلال الإسرائيلي كان هنا وألياته تمركزت طيلة 5 أيام في هذه المنطقة، وهو يدخل ويخرج بشكل مستمر من محور نتسريم. دعوني أشرح لكم أكثر حول تضاريس هذه المنطقة. هذا شارع ثمانية، على امتداده حي الزيتون، وفي منتصفه حي الصبرة. هذا الساتر الترابي الذي أنشأه جيش الاحتلال يستهدف المواطنون من خلفه. قبل قليل فقط وفق شهود العيان، غارة إسرائيلية من الطيران المسير أدت إلى استشهاد 3 من الشبان. الدمار هنا هائل وكبير. هذه المنطقة كانت تمثل إحدى المناطق الحضرية التي تنتشر فيها الأبراج السكنية والبنايات العالية، كل ذلك دمره جيش الاحتلال، بما في ذلك هذا المفترق. مثلا هذا مفترق الدحدوح، الذي ومن فرط الدمار الذي حصل به تحولت منطقته إلى جانب الركام إلى نمو حشائش. خلفي مباشرة هنا الطريق المؤدي إلى شارع 9، هذه تلة تراب أخرى أيضا، تلة الرملية قام الاحتلال الإسرائيلي بوضعها. طبعا يمكن مشاهدة حجم الدمار الهائل الذي طال البنى التحتية، هذا عمود الكهرباء الذي فرمته آليات الاحتلال الإسرائيلي، ومن تحته أيضا هذه القناة للصرف الصحي التي فجرها جيش الاحتلال الإسرائيلي. ممنوع الوصول، ممنوع التقدم، ممنوع السكن في هذه المناطق. الاحتلال الإسرائيلي يقوم بقصف مدفعي عنيف بشكل مستمر ضد هذه المناطق، ما يمنع المواطنين من الوصول. أمس تم استهداف منزل لعائلة النبيه، استشهد 4. طبعا هذا الطريق مؤدي إلى شارع 10، ومنه مباشرة يكون الوصول إلى محور نتسريم. الوضع هنا صعب ولا يمكن لأحد الوصول. طائرات الاستطلاع لا تغادر هذه المنطقة، وبطبيعة الحال الاحتلال الإسرائيلي يجعل من محور نتسريم موقعا عسكريا تنطلق منه العمليات باتجاه مدينة غزة، هذه الأحياء الزيتون، الصبرة، تل الهوى، شيخ 20 غربا، وباتجاه أيضا الوسط حيث تتواجد أحياء الزهراء والمغراقة والنصيرات. وكذلك يمنع عودة المواطنين من الجنوب إلى الشمال كي يعمروا هذه المناطق. إسلام بدر، تلفزيون العربي، من بين شارعي 8 و10 بالقرب من محور نتسريم جنوب مدينة غزة.